جرب قبل كده وما يعني ما نفعش مع النادي الاهلي. فانا شايف ان هي مبدئيا فرحه المكسب بالنادي الاهلي، دي نمره واحد. نمره اثنين، طب اخد تليفون ونتكلم لان النقطه دي مهمه كابتن. جدا كابتن وليد هويدي مدير الكوره بنادي مصر المقاصه، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك حضرتك ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك يا كابتن. يعني انا عارف طبعا الوضع اللي نادي مصر المقاصه فيه وعارف قد ايه انت زعلان، لكن معلش هي دي الكوره، واعتقد طبعا ان انتوا زعلانين ومش متوقعين هذه النتائج السلبيه يا كابتن وليد. والله الحمد لله فعلا يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يمكن حضرتك يمكن احنا بيصادفنا سوء حظ رهيب، سواء في مباراه المصري او في مباراه النهارده. احنا النهارده مضيعين بدون مبالغه لا يقل عن 6 اهداف محققين، منهم كره في العارضه وكره يعني اصل عايز اقول لحضرتك بيصادفنا سوء حظ. لكن طبعا دي يعني سنه الحياه في لازم في غالب القيمه اكيد، لكن يعني انا شايف ان احنا من كل ما يتم من مباراه لمباراه المستوى احسن، يعني احنا وبنكسب لعيبه الحمد لله. فهو في اول مره يرجع النهارده زي اللاعب زي توني زي وليد عادل، يعني الحمد لله بينقصنا طبعا من يعني على الاقل والله كان التعادل يا كابتن النهارده او يوم ماتش مصر. هو اكيد كمان انت بتلاعب الكابتن ايهاب جلال يا كابتن وليد، فعارف كل كبيره وصغيره في لعيبه مصر المقاصه، عارف يتعامل معاكوا ازاي، يعني برضه ناديه كان حافظه وشربه زي ما بيقولوا. صحيح حضرتك بتتكلم صحيح، بس انا بقول لحضرتك على انا عارف المباراه، أنا عارف. لو حضرتك اتفرجت على المباراه كنت يعني وطبعا اكيد قضاء الله لا ياتي الا بخير، بس يعني يخيل يعني على الاقل كنا نطلع متعادلين النهارده، ما كناش كسبانين اكيد. يعني يا كابتن وليد ان شاء الله المباراه الجايه يكون فيها ان شاء الله خير نادي مصر المقاصه، لكن كابتن مؤمن مكمل ولا في انباء ان هو استقاله او قدم استقالته؟ والله ما الراجل ما قالش حاجه ولا يعني ده كله، ما انا عشان كده بسالك. والله انت عارف احنا عندنا المواقع في ثانيه. بالظبط، لكن والله ما في اي حاجه لحد. يعني يا كابتن وليد انا متعود منك على صراحتك المعهوده، يعني هو سؤال لو شايف ان هو محرج خلاص انا بعفيك من الاجابه عليه. شايف ان الكابتن ايهاب جلال اثر بالسلب الملموس في ارض الملعب على مصر المقاصه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. وضع طبيعي يا كابتن ميدو، ان انت بتغير، بقول لحضرتك انت قعدت 3 سنين مع مدرسه فنيه واتنقلت في مدرسه فنيه اخرى تختلف يعني بنسبه كبيره جدا. تمام. فبالتالي لازم تاخد وقت علشان توصل للانسجام وتوصل للفكر بتاع المدرب واللعيبه تستوعب هو يوصل لمين اللي يبقى اكثر حد. حضرتك احنا في الخمس مباريات في معظم اللعيبه لعبت. تمام. وده راجع لقصه مده الاعداد، لان احنا حضرتك انا ابتديت الراجل ابتدى 5/8 والدوري 3/8/9، فده يعتبر كل استكمال لفتره الاعداد. طبعا زياده من حاجات هو مظلوم فيها، بالاضافه حضرتك ان معظم كان في لعيبه كتير كانت سايبه، في لعيبه خلصت قبل الدوري ما يبدا بحوالي 3 4 ايام، خلصت من انديتها يعني. تمام. بالاضافه لاصابات، حضرتك اول مباراه يلعبها في وادي النهارده من بدايه الدوري لانه كان عامل عمليه. تمام. كابتن وليد اخر سؤال اساله لك، انا عارف انت يعني زعلان ومتضايق طبعا على النتيجه، لكن انت قلقان ولا في تفاؤل في المرحله القادمه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان شاء الله هيبقى تفاؤل في المرحله الجايه باذن الله، هيبقى القدم احسن للمقصه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن وليد نتمنى ذلك. اكيد ربنا. يعني مصر المقصه قدمت عروض يعني ولا اروع من كده في السنوات السابقه، ان شاء الله تستمر. والله انا عايز حضرتك تتفرج على ماتش النهارده او ماتش مصر. انا عارف والله، انا عارف يا كابتن، ان شاء الله كل التوفيق ليك. انت عارف انا بحب نادي مصر المقصه وبحب اداؤه يعني، فان شاء الله كل التوفيق ليك كابتن وليد. شكرا والفريق مصر المقصه ان شاء الله. انا اسف ان قطعتك يعني خالص. التليفون مهم، كان لازم نعرف احوال نادي مصر المقصه وشكلهم ايه، وقال لك ده مؤمن ممكن يقدم استقالته. انت عارف بقى احنا بنصدق، احنا ما بنصدق. قول لي، احنا كنا بنتكلم على اسباب فرحه النجم الساحلي في او الفرحه